ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما حضراتكم شايفين معانا اللون اصفر جملي واللون اسود والكيلو بلاستيك مط، زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة. طبعا عشان نعمل درجات اللون الكموني بيتكون من الاصفر الجملي واللون الاسود. طبعا هنضلق كمية من الاصفر الجملي شوية بشوية عشان نوريكم الدرجات اللون الكموني، وهنتابع مع بعض ان درجات اللون الكموني خطوة بخطوة. زي ما حضراتكم شايفين ده انا شوية اصفر جملي يا جماعة، وتقلب كويس جدا، نتابع مع بعض ونشوف درجات الكمون، وندلق سنة من الأسود زي ما حضراتكم شايفين علشان يطلع لنا اللون الكموني من أول درجات اللون الكموني. احنا بنتحكم في اللون ايه؟ اللون الأسمر واللون الأصفر الجملي زي ما حضراتكم شايفين. دي درجة من درجات اللون الكموني زي ما حضراتكم شايفين، ونقلب تقليب كويس جدا جيد جدا، شمال ويمين ومن تحت عشان الألوان بتترسب في الجوانب ومن تحت، فأهم حاجة التقليب باستمرار وجيد جدا يا جماعة. طبعا دي درجة من درجات اللون الكموني، فنغمق تاني بنقطة سمرة صغيرة جدا، نقطة شوية صغيرين جدا من اللون الأسمر، ما تقلقش كتير عشان ما يقفلش منك واللون يتغير. طبعا أنا بوريكم درجة درجة عشان الدرجة اللي هي تناسب أي شخص، يعني درجة اللي هي تناسبك يعني من درجات اللون الكموني. فأنا بدلق سنة من الأصفر من الأسود زي ما حضراتكم شايفين، ومع بعض خطوة بخطوة درجة اللون الأسود. دي درجة من درجة من درجات اللون الكموني، فنلق شوية أصفر جملي برضك، دي درجة من درجات اللون الكموني يا جماعة، ونلق سنة كمان برضك عشان نشوف درجة من درجات اللون الكموني برضك زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجة يا جماعة التقليب باستمرار، التقليب كويس جدا. طبعا طريقة التلوين ديت طبعا على جميع البلاستيك المط والبلاستيك النص لمع واللكات او الزيت زي ما كنتم شايفين يا جماعة. دي بدرجة من درجات اللون الكمونة برضك، فنتحكم احنا في اللون الاصفر الجملي، بنلق سنة طبعا درجة ان هي تناسبك. كل ما تغمق في اللون الاصفر الجملي والسنه من الاسود بيديك درجه من الكموني، كل ما تزود بقى اللون بيختلف بيتقل. تمام، يا رب الفيديو يعجبكم. زي ما حضراتكم شايفين درجه من درجات اللون الكموني برضك، يا رب الفيديو يعجبكم يا رب. بس بالله عليكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه. اهم حاجه التقليد باستمرار كويس جدا. طبعا دي درجة من درجات الكمون برضك زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، التقليب باستمرار من شمال ويمين زي ما حضراتكم شايفين. دي درجة من درجات برضك اللون الكموني. هنبدأ نخش نبدأ نعمل اللون الزيتي الزيتوني، معذرة، هنضع شوية أسمر طبعا. في ناس بتطلق الأزرق بس أنصح بلاش، ممكن اللون يقفل منك. طبعا دي من درجات اللون الزيتوني، بنطلق الأصفر الجملي زي ما حضراتكم شايفين عشان يديني درجة اللون الزيتوني. تمام يا جماعة، عشان لو حطينا اللون الأزرق ممكن، لو عاوز تحط سنة صغيرة جدا من الأزرق عشان ما يقفلش منك، سنة صغيرة جدا من اللون الأزرق، بس أنا افضل ما انصحكش بالنسبه كمبتدئ انا عشان ما اللون ما يقفلش منك. تمام، ندلق شويه طبق اسمر عشان يديني الدرجه اللي هو الزيتوني. دي درجه من درجات الزيتون يا جماعه، اهم حاجه التقليب باستمرار كويس جدا. بس بالله عليكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه. كل ما تزود اللون الاسمر بالاصفر الجملي يديك اللون ايه؟ اللون بيختلف، دي درجات، ده درجة اللون ايه؟ الزيتون. كل ما تزود اللون الأسمر هنخش على درجة اللون الزيتي يا جماعة. أهم حاجة التقليب كويس جدا باستمرار جميل. وفي حالة قلنا لو اللون قفل منك أو اللون اتغير ممكن تزود شوية أبيض، فما تخافش وما تقلقش. تمام،
احنا لسه في اولها، وفي واحده واحده ودرجه درجه. ده من درجات اللون الزيت يا جماعه، ندخل على لون الزيت اهوت، اللون بيبدأ يتغير اهوت. كل ما تزود بقى طبعا اصفر جملي ونقطه من الاسود هيبدأ اللون بيتغير. تمام، دي درجات برضك من اللون الزيتي، هيبدأ اللون بيتغير زي ما حضراتكم شايفين درجة درجة اهيت. قرب يخش على اللون الزيتي اهو. كل ما تزود نقطة اهو اللون الزيتي يا جماعة، اللون اختلف اهو زي ما حضراتكم شايفين، ده اللون الزيتي يا جماعة. كل ما تزود أسمر والأصفر الجمالي. بالله عليكم، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد إن شاء الله.